السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فضيحة باجتماع للرئاسي بعدن، وإلى التفاصيل. كشفت حكومة عدن اليوم الأحد فضيحة جديدة للمجلس الرئاسي خلال اجتماع بقصر معاشيك. أفادت مصادر حكومية بأن أعضاء الرئاسي عقدوا اجتماعا غير معلن كرس لمناقشة المحاصصة في المناصب على مستوى نائب وزير ووكيل وزارة. وأشارت المصادر إلى أن خلافات احتدمت خلال اللقاء وانتهى دون نتائج بسبب الخلافات بين الانتقالي والحزب الاشتراكي على حصة كل منهما. وجاء الاجتماع في وقت عصيب تمر به عدن ومناطق السلطة الموالية للتحالف جنوبي اليمن، حيث واصلت العملة المحلية انهيارها بالاقتراب من حاجز 1800 ريال للدولار الواحد، وسط تداعيات كارثية تسببت بأزمة خبز وخدمات، وتدر المناصب ملايين الدولارات على القوى المشاركة في سلطة الرئاسي وحكومة بن مبارك، حيث تصرف مرتبات المسؤولين بالعملة الصعبة في الوقت الذي يكتوي فيه المواطنون وصغار الموظفين بنيران الغلاء والمعيشة. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.